لكم تاني وفقره المطبخ. وزي ما قلت لكم النهارده هنعمل حاجه كل الناس بتحبها كبار وصغيرين، ولما بنبدا ناكل قطعه منها لازم نخلصها كلها. احنا النهارده هنعمل لكم البيتزا بس بطريقه لايت او دايت. ضيوفي النهارده هي الشيف اسماء مسلم. مساء الخير ومنورانا يا اسماء. ودكتوره داليا يوسف اخصائي التغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه. مساء الخير ومنوراني يا دكتور. يعني اسماء النهارده انت هتعملي لنا حاجه حلوه قوي. مفيش حد ما بيحبش الصيف بقى، عايزين نبدا بقى اكلات البيتزا. ومفيش حد ما بيحبش البيتزا. طبعا. تقول لنا كده هتغيري ايه في المقادير علشان نقدر نعملها لايت؟ طيب اول حاجه طبعا هنبعد خالص الدقيق الابيض ده، هنستخدم مكانه دقيق اسمر. اوكي. الزيت اللي انا حطاه هحط زيت زيتون، معلقه في العجينه ومعلقه تانية في الصلصه. أوكي. بس كده مش هحط اكتر. أوكي. من كده الجبن بقى هنيجي الجزء الجبن الموتزاريلا والشيدر والكلام ده كله هنشيله، هنحط مكانه جبنه قريش. موتزاريلا هتشيلها خالص؟ هنحط معلقتين للي حابب يحطها، للي حابب يحطها معلقتين كبار، وممكن نستغنى عنهم خالص، هنحط مكانها جبنه قريش. اوكي. طبعا دلوقتي ممكن نشوف المقادير على الشاشه. ودكتوره داليا قولي لي بقى الطريقه اللايت اللي احنا هنعملها قد ايه، والطريقه العاديه السلايس قد ايه؟ هتفرق كتير، حوالي يعني البيتزا العاديه خالص اللي احنا بناكلها عادي دي بره اللي بتخن جدا. ايوه دي حوالي 450. أوف. تقريبا سلايس. 450 سعر. واللي احنا هنعملها النهارده؟ اللي احنا هنعملها حوالي 240. لا وفرنا جامد. وحتى هو 240 لوحده. ايوه وفرتي الشيدر ووفرتي الجبنه الموتزاريلا وكميه الصلصه طبعا هتفرق. يعني لا وفرت كتير. طب يعني يا دكتور احنا دلوقتي لما بناكل اربعه سلايس بنبقى اكلنا السعرات الحراريه بتاع اليوم بتاعنا. طبعا. خلصت طبعا.